النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. كما لاحظنا خلال اليومين الماضيين بدأت درجات الحرارة بالارتفاع في ساعات النهار، وتغيرت الأحوال الجوية في ساعات النهار، وأصبح الطقس يميل الحرارة في بعض من فتراته، طبعا نتيجة اقتراب تدريجي لكتلة هوائية حارة قادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية. نبدأ توقعاتنا أو النشرة الجوية لهذا اليوم بالمحاكاة العددية لتحرك الكتل الهوائية في المناطق المحيطة في المملكة. فكما نلاحظ هذه الألوان تنوم على اقتراب الكتل الهوائية الحارة من المملكة، تقريبا تصل الآن إلى حدود العاصمة عمان. هذه الألوان طبعا هي ألوان ذات درجة حرارة أقل، بينما الألوان هنا الداكنة واللون الأبيض هي تنوم على وجود الكتل الهوائية الحارة فوق شبه الجزيرة العربية. هناك تحرك بطيء تدريجي لهذه الكتل كما نلاحظ خلال الأيام القادمة، قادمة من مناطق جنوب شرق الجزيرة، جنوب شرق المملكة عفوا، باتجاه المملكة. هذا الاندفاع الهواء الحار سيعمل على ارتفاع في درجات الحرارة، تميل درجات الحرارة في ساعات النهار للحرارة، وأيضا يتحسن الطقس ليلا ليصبح لطيفا ومعتدلا في أغلب المناطق، وتخف نسبة البرودة في الأجواء في بعض مرتفعات المملكة بمشيئة الله تعالى. كما لاحظ هذه الليلة درجة الحرارة في العاصمة عمان مثلا تصل إلى حوالي تقريبا 21 درجة مئوية، بعدما سجلت درجات حرارة كانت 15 و16 درجة مئوية في العديد من ليالي الأيام الماضية. هذه الليلة 21 درجة مئوية، أجواء صافية، قد تنشط سرعة الرياح قليلا في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية. توقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة تكون كما التالي: 32 درجة مئوية يوم الأحد، والأجواء تكون صيفية عادية مشمسة في أغلب المناطق، تهبط ليلا إلى 23 درجة مئوية، وبالتالي المزيد من الارتفاع متوقع درجات الحرارة الليلية، تصل إلى 34 درجة مئوية يوم الاثنين، وبالتالي يميل الطقس الحرارة في ساعات النهار في مناطق عدة من العاصمة عمان، بل ويكون حارا نسبيا بشكل لافت في ساعات الظهيرة والعصر، تهبط إلى 23 وتبقى على نحو 34 درجة مئوية يوم الثلاثاء والصغرى ليلا 23 درجة مئوية. نتعرف سويا على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد نهارا والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. سنبدأها من الشمال من إربد 33 إلى 23، المفرق وجرش تقريبا 34 في ساعة النهار، تكون 23 درجة مئوية في المفرق ليلا و25 درجة مئوية في جرش، 32 إلى 22 درجة مئوية في مدينة عجلون. في المناطق الوسطى في العاصمة عمان والبلقاء 32 إلى 23، في مادبا من 33 عفوا إلى 23، وفي الزرقاء من 35 إلى 25 درجة مئوية، ترتفع في البحر الميت إلى 38 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط الصغرى ليلا إلى 32 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية المملكة تكون في الكرك 32 إلى 22، 31 إلى 22 درجة مئوية في الطفيلة، تكون في جبال الشراء والشوبك 29 إلى 21، وفي معان من 36 إلى 24 درجة مئوية. أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 40 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 31 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية فتكون في الرويشد من 39 عفوا إلى 25، وفي الصفاوي من 38 إلى 23، وفي الأزرق من 38 إلى 24 درجة مئوية. قبل الختام يوصى طبعا خلال الأيام القادمة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالانتباه من الإكثار بشرب السوائل والمرطبات الباردة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، خشية طبعا التعرض لضربات الشمس. هذا كان كلمة دائما من جديد، شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.